واحد بيقول هل يوجد تناقض من حيث ان دور الكنيسة المحافظة على وحدة الايمان وفي نفس الوقت مواجهة البدع والهرطقات والتعاليم الغريبة؟ فما رأي خصتكم في الناس الذين ينجذبون بالخدام الذين يأتونهم من الطوائف الأخرى وينخدعون بكلامهم تحت اسم الوحدانية؟ الوحدانية مش معناها ان الواحد يسيب عقيدته وينضم لعقيدة مخالفة والوحدانية. احسن آية في الوحدانية اللي موجودة في افسس 4:5، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحد. فمفروض يكون في ايمان واحد ومعمودية واحد. مدام ما فيش ايمان واحد يبقى نعيش مع الناس في علاقة طيبة، لكن كل واحد وله عقيدته. والشخص اللي ينجذب وراء كل طائفة يبقى ايمانه مش ثابت فيه.